الو، مين بيتكلم؟ يعني ايه الشبكه اتقطع؟ انتوا شويه بهايم مش عارفين تشوفوا شغلكم. انا مبلغكم بالميعاد اللي هينزلوا فيه. ازاي يفلتوا منكم ويقطعوا الشبكه؟ ازاي؟ حسينا بحركه غريبه في الميه، قلنا دول عاملين لنا كمين. لفينا ونزلنا من عزبه شويرب وفرتكنا الشبك، يقعدوا يصلحوا في اسبوع براحتهم. تعيشوا يا رجاله. تعيش يا ريس. ايوه بقى يا بوري، وحتى ابوك السخن بقى تلكت سخن وسائع وكل طلباتكم. ابو الكرم يا هوسوس، من بعد ما عندك يا عمنا. الله يخليك. انا اكتر حاجه بسطاني انكم كلكم رجعتوا بالسلام. الحمد لله. بس في حاجه تزعق كده يا ريس. خير يا فهيم؟ علي اتعور. علي السباخ؟ ايوه يا ريس، راسه اتخبطت في حديد مركب من مراكب الشركه ونزف دم كتير. ايه اللي وداه معاكم؟ وعرف الحكايه من اصله ازاي؟ شبط فيا يا ريس، ما قدرتش ازوغ منه. اصل بصراحه يا ريس هارب المهمه اللي احنا طالعينها، صمم يجي معايا، ما قدرتش اقول له لا. وهو فين دلوقتي؟ وصلنا لحد باب البيت يا ريس، لكن حالته ما تطمنش خالص. استغفر الله العظيم، مفيش فرحه تكمل. عتبه زرقاء، تروح فرقه وتيجي فرقه. قال ده بوكس. ايه خير يا حارس الظابط؟ هتعرف الاسم. هتقول يا ريس. يلا يا ريس، روح معاهم، جاي وراك على طول. وعلى كده ما تزقش. يلا يا ريس. عرفه وهم قطعوا الشبك. ازاي الكلام ده يا مترو؟ ده تعصير شديد منكم، يسويها ربنا. مع السلامة. النهارده ما اتكتب في تاريخ العزبة كلها يابا. بالحبر الاسود اللي عملوه ده قلة عقل. بالعكس يابا، ده هم عملوا معاهم الصح. بأمارة ايه؟ ايه اللي وصلوا له؟ ايه اللي استفادته العزبة؟ يابا اللي الرجالة عملته ده ردنا اعتبارنا وكبريائنا. كبرياء ايه؟ كبرياء ما بياكلش عيش، ما بيفتحش حساب في البنك. انت كبرت دلوقتي وبقيت تفهم كل حاجه. انا اللي افهمه يابا ان احنا لازم نضغط بالمظاهرات والرجاله تقاوم وجود الشركه على الارض لغايه ما يحسوا انهم مش هيقدروا علينا ويغيروا من العزبه. حسبتك غلط يا دكتور، مش هتلحقوا. الجوع عض الناس والجيش الجعان ما بيغلبش. طول ما فينا نفس يابا مش هنسلم. انتوا لسه واخداكوا الجلاله يا دكتور. انتوا مش داريين بالدنيا الجديده اللي احنا فيها. الدنيا الجديده ان احنا نحط ايدينا في ايد اللي عايزين ياخدوا البحر مننا يابا. اللي ما يهودكش هاوده يا دكتور، عشان الدنيا تمشي والحال ما يوقفش. مش بالتمن ده يابا. اللي ما يتحملش يا ابني مراره الدواء يفضل طول عمره يتالم يا دكتور. ساعات الالم بيكون افضل من العلاج. ده كلام اغاني. الناس دول احنا مش قدهم، والغشوميه مش هتنفع معاهم. فرتك بعافيه يا دكتور. هم خرجوا حاجة. خير يا مجدي؟ ايه الاخبار؟ هيستنى العرض على النيابه. اوعى حد منكم يكون قرب حاجه. لا يا ريس ما تقلقش، بس الظابط كان متحامل علينا قوي وعايزنا نقرب العافيه ان احنا اللي قطعنا الشبك. لا بتوصل علينا قوي يا حاج. طبعا، ما البلد بلدهم والبوليس بتاعهم، واللي يفكر يقرب منهم او يطالب بحقه هيفرموه. ما تقلقش على رجالتك يا ريس، احنا له. انا اللي عايزكم ما تقلقوش. كل طلبات بيدكم انا متكفل بيها لحد ما ترجعوا لنا باذن الله. ربنا يخليك لينا يا ريس. سلام عليكم يا رجاله، عاملين ايه؟ سلام. انت ايه اللي جابك يا خراجي؟ اللي جابني هو اللي جابك يا عرفه. يا سلام، يعملوا هو ويخيلوا. قصدك ايه؟ قصدي ان السرعه اللي البوليس قبض بيها على الرجاله معناها ان كان في اخباريه. بقول لك ايه؟ ما تحاولش تغلوش على الحقيقه. حقيقه ايه؟ الحقيقه اللي الرجاله دول لازم يعرفوها، ان سرهم طلع من بيتك انت يا عرفه. صحيح الكلام ده يا ريس عرفه؟ ما بتردش ليه يا عارف؟ ما تجاوب على السؤال. اللي بيقوله ده حسن يا حاج؟ عرفتم بقى يا رجاله مين اللي غرر بيكم وباعكم وسابكم لقضاكم؟ الرجاله صدقوا اني بعتهم وغدرت بيهم؟ الرجاله معذورين يا حاج،
وخرجت أظلم من حي، عرف يحبوكها واستغل الظروف. سميرة بنت هي اللي وقعتني في الورطة دي بغباوتها. متسيلش نفسك أكتر من طاقتها. أنا مش هممني اللي قاله خراشي، أنا كل اللي بفكر فيه إزاي نطلعهم من الغرقة اللي واقعين فيها دي. دي مش قضية سهلة، قضية أمن دولة والكل متربص بينا. زي ما بيقولوا اشتد يا أزمة تنفرج، وربنا مش هيتخلى عنه. يا رب.